كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وفي امان الله وحفظه. الحبيبات ديالي اليوم جيت لكم واحد البومبا ديال الدهنيات اللي خاصه بالريجيم كيتو دايت. هاد الشوكولات المنزلي يعني غيكون عندك دائما متوفر في المنزل، وفوق ما رشقات لك تاكلي جاتك الشهيوه لشي طابليطه ديال الشوكولات تنوضي تلقايها واجده وعلى يديك وعارفه شنو فيها، وغنيه بالدهنيات، الدهنيات الصحيه البنات ماشي الدهنيات الغير صحيه. اذا شنو كنحتاجوا البنات في هاد الشوكولات المنزلي؟ عندي قابسه ديال الشوكولات بدون سكر بحال هذاك اللي درت به البراونيز، درتو هنا كيدوب البنات في بان ماغي. غادي نزيد عليه 3 المعالق ديال الزبده، هذه الزبده ديال بلديه ديال التعاونيه كنشريها البنات، زبده بلديه. دونك غادي نزيد 3 المعالق فقط، وغادي نزيد 3 المعالق ديال القشده الطريه. انا كندير هذه القشده الطريه البنات العاديه اللي صالحه اللي خاصه بالحلويات والطبخ. وغادي ندير 3 ولا 4 المعالق ديال حليب الكوك لانه هو غني بالدهنيات الصحيه. وغادي نزيد شي 4 ديال المعالق ديال بودره الكاكاو والمر. وغادي نزيد فيه ستيفيا البنات، ستيفيا هي سكر ما فيهش الكالوري، خاص الناس اللي فيهم مرض السكر بغاو ياخذوا شي عصير محلي كيديروا هاد ستيفيا ما عندي بودره، ولكن هذه كنفضل هذه كتجي حلوه بزاف على ديك اللي بودره. وحليب الكوكا البنات كيكون هكذا، كنشري هكذا وكنخويه في ديك القرعه ديال الدجاج ونديرو في الثلاجه حتى كتخوى لي هذيك عاد كنزيد الاخرى وهكذا. اذا ها نتوما معايا حبيباتي تشوفوا الطريقه كيف غادي ندير لها. اذا حبيباتي بعد ما درت الشوكولاتي يدوب باكيه كامله ودرت ديك 3 معالق الزبده نقولوا، درت 3 معالق ونص ديال البودرات ديال الكاكاو، ودابا غادي نزيد القشده الطريه. غادي نزيد واحد 3 ديال المعالق كبار عامرين مزيان، نزيدها شويه صافي. وغادي نزيد لها حليب الكوك، راه حنا سالينا الشوكولاط ديالنا البومبا من الدهنيات الغني بالدهنيات، لان هذا الكيتو كيبغي هذا الشوكولاط هذا النوع من الدهنيات، خصنا ناكلو فيه هاد الدهنيات البنات. صافي غادي نحرك جميع المحتويات وغادي نكبهم هنايا في المول. دابا غادي نزيد حليب اللوز حتى هو البنات شي 3 د المعلقات، واحد الله جوج 3، هو فيه الدهنيات بزاف درت 4 كيعجبني انا نزيد وحده على حسابي وحده على حسابي البنات كيعجبني النكهه هذا الكوك. تقدروا تزيدوا فيه حتى زيت الكوك، يعني هذا باش يكون غني بالدهنيات البنات. صافي هذا ما كان. اذا حبيباتي انتما معايا، اذا حبيباتي انا زدت لها النكهه، زدت لهم النكهه ديال القهوه وسميتو وخويتهم في الليمون هنايا. دابا غادي ندير لهم الفواكه، كل واحد غادي نختار شي فاكهه نديرها فيه. هذا بندق، جوج بنادقات، هذا كذا، واحد عاوتاني لوز، كل واحد شنو ندير فيها البنات، لوز، هذا كاجو، كل واحد شنو ندير فيه، هذا بندق، وحده كاجو. وميم طون كتاكلي الشوكولات دايت وكتاكلي مع الفواكه الجافه، الانسان مره يحيد جنونه كما نقولوا حنايا، حيد الجنون ديالو من اي حاجه بغاها. اذا دابا عمرت كل شيء، ندير الويزات، ندير حتى تاكلي داكشي غزال. نزيد له شويه ديال القرقاع، كاين اللي ندير فيه قريقيعه انسي دو سويت. حتى كنساليو الشيكولا ديالنا كنغرقو فيها هاد الفواكه الجافه،
باش كتجينا بنينه. يعني كتاكلي الشوكولاط وكتاكليه بالفواكه الجافه. وهكذا نكون انتهيت هذا المول، ونعمر المول اللي باقي ليا في المول الاخر. يلا حبيباتي هانتوما معايا. حبيباتي هيا الشيكولا ديالنا وجدت، درتها في الكونجيلاتور ودابا راني كنحلها قدامكم. شوفوا رائعه جدا داخل الفواكه الجافه، وتهزيها وتقلع على هذه. راه البنات دغيا كتذوب حيت راها فيها لاكريم فريش وفيها الحليب ديال الكوك، فهمتوا؟ دونك خصك ديريها في شي بواط وديريها في الكونجيلاتور، حيت بغيت تاكليها تجبديها قبل ما تاكلي وحده مثلا، ما غاديش تاكلي بزاف تاكلي وحيده. هذه بومبا ديال الدهنيه البنات بومبا ديال الدهنيه اللي كتفرقع الدهنيات اللي عندك في الجسم، هذا هو الكيتو. دونك البنات غنحيد هذا ونرجع لهذا، هذا كامل بنحيدو. رائع البنات، عامر بالفواكه الجافه، قرقاع، كاجو، اللوز، داكشي غزال. نتوما تبقاو كل نهار تهزو وحده في النهار ولا وحده في السيمانه، غادي ناكل غير وحده او جوج في السيمانه لا اكثر، يعني نبقى نكافئ راسي وناكل واحد البومبا ديال الشوكولا. غادي نديرهم في واحد الطاسه غادي نخليهم في الكونجيلاتور، حيت هاد الشوكولاط كيذوب فيه لاكريم والحليب. اذا نحيدنا الاولى ونحيدو الثانيه. هانتوما البنات مزيونه، هادو معمرتهمش بزاف درتهم صغار. فوالا اذا هادي كلهم غادي نديرهم في الكونجيلاتور، وبهذا نكمل هذا الشيء. فوالا حبيباتي، هادو هما البومبا دو شوكولا سيتوجين، نتمنى يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم. وبهذا تكون عندكم فوق ما تبغيو شكليطة، تهزو وحده وتاكلوا واحد البومبا وفيها سميتو غزال. يلا حبيباتي مع السلامه.